واوجاع سموحه في اشتباه رباط صليبي الاوكا. ربنا يا رب ان شاء الله يطلع اشتباه وليس خبر حقيقي. خلينا نروح للاستاذ عاطف حنفي المسؤول الكابتن. كابتن عاطف حنفي مدير كره بنادي سموحه. مساء الخير كابتن عاطف. مساء الخير يا كابتن حازم. ازي حضرتك يا كابتن مصر؟ ازي حضرتك؟ ربنا كله يخليك. تمام الحمد لله يا كابتن، الحمد لله. طيب الاول طمنا على اوكا، يعني التمرين ايه اللي حصل له، اشتباه او النتيجه النهائيه امتى؟ لا هو طبيب الفريق قال بنسبه 100% ما فيش صليب ان شاء الله. ما فيش؟ طب ده خبر كويس الحمد لله. هو دلوقتي كمان ربع ساعه بالظبط هيعمل اشعه رنين. اه وهو الاشتباه في جزع، يعني هو الدكتور شخص في الاول ان جزع، لكن طبعا الاشعه رنين هي اللي هتحدد الاصابه. وطبعا احنا عندنا مشكله الحقيقه في الخط ده، في الخط الخلفي. لان ياسر ابراهيم مع منتخب الاولمبي هيوصل يوم الاثنين، يعني لسه تاشيرته هتقدم يوم الثلاث، واحنا مسافرين الخميس، البعثه مسافره الخميس. ويعني ان شاء الله خير، يعني ما احنا بنعمل خير في اوكا ان شاء الله، ما يكونش في حاجه باذن الله يعني. طيب يعني هو الجزء ده بياخد له 10 ايام، يعني ما اعتقدش ان هو يلحق معاكم الماتش ده يا كابتن. ما احنا مش عارفين التشخيص ايه يا كابتن حازم لحد دلوقتي، يعني احنا لحد يعني هو بيدوس على رجله ولا مثلا مش قادر يدوس على رجله؟ لا بيدوس على رجله، هو بس الالم في الاول، لكن التشخيص الاولاني الحمد لله صليبي بعيد تماما عن الموضوع. يعني الدكتور قال يعني لو في حاجه هيبقى في جزع في الركبه يعني. طبعا لو في جزع في الركبه مش هيلحقنا. صعب طبعا. طيب طمنا الاول على، يعني يمكن معايا خبر سموحه بيطلب تامين خاص لبعثه الفريق في نيجيريا. في قلق في نيجيريا، انيمبا، هتلعبوا في ابوجا، هتعمل يعني ايه اللي انتوا طالبينه يا كابتن؟ والله طبعا احنا بعد الحادثه بتاعت امبارح ان في حادثه وفي تعدي على باص كانوا بيلرز اللي هو فريق وطني بيلعب. بالظبط. فحصل في اعتداء على الباص واصابه 5 لاعبين، فانا بعتنا ان احنا يعني اذا كان في امكانيه تامين البعثه من خلال بعتنا الاتحاد الافريقي، بعتنا للسفاره المصريه، وبعتنا لوزاره الخارجيه. انا الحقيقه من خلال برنامج كابتن حازم بشكر الحقيقه المولي العرب جدا 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 جدا. متواصلين معانا بصفه مستمره. المقاولين مش المقاولين العرب، دي كلمه حق يعني. طب والسفاره فين؟ السفاره الحقيقه احنا بعتنا لهم ميلين من 3 ايام. ما ردوش خالص ولا بعتنا حاجه. بعتنا لوزاره الخارجيه. وحتى ما بيردوش على التليفون. بعتنا لوزاره الخارجيه على اساس حتى يختاروا السفاره او يساعدونا حتى في السفاره النيجيريه هنا عشان تطلع لنا التاشيرات بسرعه، وخاصه تاشيرتي لان المفروض ان انا بسافر. تعرف اللائحه بتاعت الاتحاد الافريقي اتغيرت. الاول كان الفريق صاحب الملعب بيعمل كل حاجه من حجز اوتيل لملاعب لكل حاجه، دلوقتي انت لازم بنفسك تروح تعكس كل الكلام ده. فالحقيقه المقاولين متعاونين معانا جدا. احنا معانا صوره كابتن عاطف دلوقتي، صور الحافله لنادي كانو بيلرز وتعرضهم لاصابات ودم، ولاعيبه عندنا صور دم وحاجات كبيره جدا فعلا. طيب والله ربنا يستر يعني، ربنا يستر. ولكن احنا منظمين الرحله. طيب انا سؤالي يعني وزاره الخارجيه طب ردت عليكم ولا برضه ما فيش حاجه؟ وزاره الخارجيه ما ردتش برضه؟ الجمعه والسبت اجازه. اوكي. لحد دلوقتي طبعا احنا بنعمل بكره ان شاء الله تاشيرتي تخلص عشان اقدر اسافر على طياره الساعه 2 وربع بالليل على اديس ابابا. ايوه. طب والسفاره هناك ما فيش اي تجاوب؟ انتوا باعتين قبل الجمعه والسبت؟ ما فيش اي حاجه كده. طب بعتوا قبل الجمعه والسبت، ممكن يكونوا اجازه هم كمان؟ من يوم الاربعاء، انت عارف طبعا تحديد الفريق اللي هيلاعب سموحه في دور ال 30 اتاخر شويه. لان المباراه كانت يوم 1 في الشهر، وبعدين اتحددت المباراه بعديها بيوم بثلاث ايام. فطبعا السفاره الاول ما رضتش تقبل الجوازات الا بالخطاب الرسمي من الاتحاد الافريقي. احنا عندنا مباراه فقدمناه ان شاء الله، نحاول بكره باذن الله جوازي على الاقل يطلع عشان اقدر اسافر بالليل اشوف الاوتيل والملاعب ونوفر لهم ان شاء الله. كنت عايز احنا من ضمن الرحله بشكل جيد جدا. ولكن انا بلاش يعني وزاره الخارجيه والسفاره النيجيريه ان هم بكره يحاولوا ينهوا الاجراءات. كمان انت عارف حضرتك ياسر ابراهيم هيرجع يوم الاثنين، فعشان تتقدم تاشيرته للسفاره النيجيريه هتبقى يوم الثلاث، البعثه مسافره يوم الخميس. وعندنا في الخط ده طبعا انت عارف حضرتك مشكله لو اوكا طلع في اصابه ولا تمام. حاجه مش هيبقى موجود. ربنا معاك كابتن عاطف ان شاء الله. احنا بنضم صوتنا لصوتك، وسفارتنا في نيجيريا اتمنى الاهتمام. سموحه زي الزمالك زي الاهلي زي المنتخب هو